طلابنا الفيديو الثاني للليستيريا المحاضرة 16 أحياء مجهري النظري مرحلة ثانية يعني وزاري. هنا أنا طبعا الفيديو الأول كله بورقة واحدة، تخيلوا قد مركزة للضيم الله. هاي ناقلك الأورغانزم هاز أبولتي، عدة القدرة سورفايف ينجو أند ملتبلي ويتكاثر إنسايد فاغوسايتك سيل، خلايا البلعمية تمام، اللي هي منو؟ اللي هي الانتراسيلر والمونوسايت. تدرون هاي وين المعلومة؟ شوف خلي أقولكم، قلت لكم خلوا نجمة، خلوا نقطة، اللي هو فاكولتيتيف انتراسيلولر اللي هو اختياري داخل خلوي. هنا رجعوا ايش قال لك؟ انه شنو هو ينجو داخل الفاغوسايت، لذلك احنا قلنا انتراسيلولر. من قال لك انتراسيلولر ليش؟ لان قلنا هو ينجو ويتكاثر الفاغوسايت، واضح؟ يعني داخل الفاغوسايت. الفاغوسايت هاي خلايا بجسمنا، خلايا مناعية المفروض تاكل البكتيريا، بس هاي البكتيريا ما تنوكل. ليش؟ لان عندها يعني فد نظام معين انه هي تتعمد الطب داخل هاي الفاغوسايت وتفجرها، تمام؟ ف اوكي، وابولتي قدرتها اوف اورجانزم الاورجانزم من البكتيريا هاي الكلاوتشيه تو افويد على تجنب الاميون سيستم، هي تتجنب هاي هو هذا الاميون سيستم فاغوسايت والانتيبادي، هي تتجنبه تشرد من عنده، تمام؟ باي سبريد وذ سيل بتونسي، اما نعلق خوش، بس انه تتجنب الميون سيستم خوش. بعدين ايش قال لك؟ اكو فد معلومه، قال لك موفمنت اوف اورجانيك سيل، اها هاي جدا مهمه، موفمنت حركه الاورجانزم اللي هي الليستيريا، هاي جانقراها الليستيريا جانقراها اي مهم هسه نشوف اي الليستيريا، حركه الاورجانزم هذا فروم سيل تو سيل من خليه لاخرى شلون يتحرك، فلاجله اصوات، خلينا نشوف. ويوزز باستخدام السيلر اكتين، الاكتين الخلوي مال الخليه اللي هو راح يطبلها، سبحان الله يطبل الخليه ياخذ الاكتين مالتها ويقدر يتحرك، شوف سبحان يطبل جسمك ياخذ الاكتين مالتك ويقدر يتحرك، فبواسطه الاكتين تمام. هاي خلص اذا الاورجانزم الكائن ار تيكن يعني ابتلع باي انقسم ما نعلق بواسطه الهضم اوكي والاتاك تو انتر ابيثيليال سيل، شنو قلناها ختويلي، The bacteria have a many adhesive surface. اها هاي البكتيريا اللي جاي نسولف عليها هسه تمتلك مني العديد من الادهجين الالتصاق سورفيس بروتين، بروتين سورفيس سطوح، ادهجين الالتصاق، اذا تمتلك العديد من بروتينات الالتصاق السطحيه، خوش شنو هاي بروتينات انتراكت الذي تتفاعل او تلتصق وذ مع السيلر ريسبتر مستقبلات الخليه، يعني هذا هاي البكتيريا بيها بروتينات التصاق، يجي هذا البروتين مال الالتصاق يلزق وين؟ مع مستقبل الخليه اللي راح يصيبها، الخليه المقروده، شو اسمه هذا مستقبل الخليه؟ اسمه الاي كادرين، انا هيك قريته، تمام؟ هذا مستقبل موجود داخل الخليه مال جسمنا، يجي البروتين مال الالتصاق ويلزق بيه، هذا ينحفظ، تمام؟ خوش. اذا ذا اورجانيزم الكائن اللي هي البكتيريا بكم صار بلاد بورن يعني محمول بواسطة الدم، يعني انتقل للدم أو راح للدم، يعني هو غير يدخل عن طريق الأمعاء، احنا اتفقنا انتقل من الأمعاء للدم، ايش راح يسوي هذا؟ كان disseminated to the brain، disseminated يعني ينتقل أو ينتشر وين؟ بالدماغ إذا راح للدم شرط، وبالبلاسنتا بالمشيمة، خوش زين شنو هاي آثار هسه هو ذا بالأمعاء يسوي لك أمراض بالأمعاء وبالش اسمه وتروح وحدة تنزل بالخروج، زين إذا راح للدماغ شلون؟ هاي مشكلة هنا صار مرض رسمي هذا. The receptor molecule جزيئات المستقبل اللي هي الكادرين are also هي أيضا موجودة found يعني موجودة بالبرين وبالبلاسنتا، هاي مشكلة المستقبلات الخلوية اللي كانت موجودة بالإبيثيليال سيل مال الأمعاء موجودة بنفسيتها بالدماغ وموجودة نفسيتها بالمشيمة، يعني إذا انتقل للمشيمة وإذا انتقل للدماغ راح يقدر يدخل الخلايا عن طريق إنه يلتصق بهاي المستقبلات اللي هي المستقبلات الخلوية موجودة بالبرين وبالبلاسنتا، وهذا يشرح this يعني هذا أكسبلين يشرح the affinity التقارب and ability وقدرة الليستيريا تكوز على تسبب المننجايتز السحايا مال الدماغ and the abortion الإجهاض تمام اللي بالبلاسنتا بالمشيمة، يعني باشر بيقول لك يابا ترى هذا شلون جاي يقدر يدخل للدماغ بالبلاسنتا اذا راح للدم؟ تقول له عن طريق المستقبلات ويسوي لنا المننجايتس بالدماغ والابورشن الاجهاض بالبلاسنتا، واضح؟ خلص. بعدين شنو؟ افتر فاغوسايتوزس هاي اجت البكتيريا، خوش؟ اجت الفاغوسايت بلعتها، خوش؟ هسه غير مفروض تموت؟ ما راح تموت، ليش؟ لان عندها لايبوبولي سكرايد او هيك شيء، خوش؟ بعد الافتر فاغوسايتوزس بعد البلعمه
اللي اسمها اندوسايتوز نفس القضية. ذي افيد هي تغزو المونو نيوكلير فاغوسايت اكسيال. اها يعني ورا ما انبلعت هي راح تغزو شنو؟ الخلايا الوحيدة. هاي جدا مهم. اقول لك بعد البلعة ما شو يصير؟ تقول لك انفيد المونو نيوكلير الخلايا الوحيدة النواة تمام، هي راح تغزوها. هاي خلاص. بعدين ايش قال لك هو؟ ما انا اها وبعدين ورا ما تغزوها وير حينما لو بي اتش اكتيفيتيز يتنشط البي اتش الهابط، يعني هسه هي مو دخلت داخل هاي الخليه خوش، راح يتنشط شيء اسمه لو بي اتش. هاي لو بي اتش اوكي، تنشط اللو بي اتش. هذا اللو بي اتش وين راح تنشط؟ هي الخليه اللي بلعت البكتيريا راح تنشط اللو بي اتش على مو تقتلها، باعتبار الحموضه تقتل البكتيريا خوش. فايش راح تسوي البكتيريا كلاوتشيه؟ ذا بكتيريا تبروديوس تنتج اللايستريولايسين، اذا اللايستريولايسين راح تحافظ راح تحافظ على البكتيريا من هذا اللو بي اتش، او راح تحافظ على البكتيريا من الخليه كلها اللي هي بلعتها تمام. يعني هاي البكتيريا راح تقتل هاي الخليه بواسطه شنو؟ اللايستريولايسين. شو يسوي هذا؟ هو اللايستريولايسين اصلا شنو؟ هو توكسين سم دامجينج يدمر الممبرنس الغشاء. يا غشاء الغشاء مال هذا الفاجوسايت خطيه عود اللي يريد يقتل البكتيريا تمام. فراح تنشط الاستريولايسين تمام. شو يسوي الاستريولايسين؟ ذيس انزيم ويتش الذي فوسفولايبيز لايزز ممبرينز. اها هذا الانزيم وي الفوسفولايبيز وي مساعده الفوسفولايبيز راح يسوي لايزز تحلل للممبرينز الغشاء مال هاي الخليه اللي تحاول تقتل البكتيريا تمام. خلاص وهذا شو يساعده؟ اند لو ويسمحها اسكيب الهروب. هاي انتهى الموضوع. شلون راح تهرب؟ يا طريقه بطريقه اللايستريولايسين وبطريقه الفوسفولايبيز. هاي بس انتهى الموضوع. هذا لازم تعرفين انه هاي تسوي اسكيب لان هاي سميه، هذا سم يدمر الجدار. ما اريد اشرح شيء طويل ويصير الفيديو 20 دقيقه ويصير ملل. خوش خوش يسمح اها اسكيب from phagocytes and epithelial cell grow cytosol and the infection direct and cell to cell. بعدين قال لك the organism proliferation in cytoplasm and the ACTA and the endothelial surface protein is ما لنا علاقة به. خوش هنا أنا جاي لك يابا ترى شوف هسه هو قتلها عن طريق السم، يريد يطلع شلون؟ هاي البكتيريا تريد تطلع، هاي الغشاء مزقتها بس تريد تطفف. شلون؟ يقول لك البشينج، هاي العملية اسمها بشينج من ورا النقطة. بشينج الجينس الدفع ضد الهوست سيل ممبرنس، الهوست المضيف، هاي الخلية المقرودة سيل ممبرنس الغشاء، يعني راح يسوي بشينج دفع للسيل ممبرنس الغشاء يدفعه تمام. من يدفعه راح يسوي لنا فورمينج تشكيل الونجيتد بروتيشن اللي هو بروز مستطال، يعني بروز يطول. شلون يعني؟ هاي تطلع هيجي فراح يصير بهالطريقه، هذا يحاول يدفعها فراح يسوي له شلون الذيل. هذا بمن يساعده؟ هذا الذيل، هذا الذيل بمن يساعده؟ هذا الاكوم ات، اسمه اكوم ات لايك تيل، مثل الذيل. احنا شو نسميه؟ فايلو بودز وسيدو بود. سامع السيدو بود الاقدام الكاذب؟ نفس الشيء. فراح هذا الدفع البشنج راح يسوي لهذا الجدار مال الخليه شلون القدم الكاذب، ويطببها بالخليه الاخرى حتى ينتقل من خليه الى خليه بواسطه الفايلوبود والسيدوبود. واضح؟ اذا هذا البشنج يقول لك ذا فايلوبود ار انجستد باي اجست سيل، راح يتم ابتلاعه بواسطه الخليه المجاوره. اجستد مجاوره سيل خليه، يعني هاي العمليه تخلي البكتيريا تنتقل من خليه الى اخرى. واضح؟ The complex appears the edges of the pseudobod in the contact with the man على the industry. ما له علاقة بها كل السالفة. خوش ما له علاقة بها. كلها ما له علاقة بها. خوش. ما له علاقة بها. نجي وين؟ طبعا الميكانيكية هاي مال الانتقال إلى خلية إلى أخرى. شوف يقول لك travel السفر from cell to cell من خلية إلى أخرى. شو يسمينها؟ كيل تسمى الزبر ميكانيزم، آلية الزبر أو آلية القفز أو هيك أو الكبس ما أعرف. خوش. هنا عندنا بعض كم شغلة بعد. خوش. المننجايتس والسبسيسس هاي شنو؟ هاي ان نيو بورن بالاطفال اورجانزم كوز تو فورم اوف ذا سندروم ديزيز. اها يقول لك هاي العمليه هذن المرضين ترى بالاطفال بالاورجانزم اللي هي البكتيريا كوز يسبب تو فورم شكلين اوف سندروما ديزيز من المتلازمات ديزيز مرض سندروما متلازمه. شو يسووا بالاطفال هذن المرضين؟ يا متلازمه الارنست
النيوتست اللي هي المتلازمة المبكرة بالأطفال. تمام تمام. شنو إيرنست؟ وين إيرنست؟ سيندروما المتلازمة المتبكرة من 1 إلى 5 أيام. أها. واللي يصيب اليوترنا اللي هو اليوترنا سيئته الرحم. خوش تمام. The infection of cord ما له علاقة بها. خلاص انتهى الموضوع. خلصت هالورقة.